أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى غدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. لا صفقة تبادل أسرى إلا بعد وقف شامل للعدوان على غزة، هذا ما اتفقت عليه وبالإجماع الفصائل الفلسطينية، بينما بلغت حصيلة الآليات العسكرية للاحتلال التي دمرت منذ بدء الهجوم البري 720 آلية عسكرية تتنوع بين ناقلات جند ودبابات وجرافات ومركبات وشاحنات عسكرية، وتنوعت نتائج هذه الاستهدافات بين التدمير الكلي والجزئي. في مقابل ذلك دعا إتمار بن كفير صبيحة الأربعاء وزير الأمن القومي أو الخميس إلى حل المجلس الوزاري الحربي بسبب ما اعتبره فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة على قطاع غزة. ويشاركنا النقاش الليلة الأستاذ جمال صافي المحلل السياسي، أهلا بكم أستاذ. مرحبا. أهلا بك والمشاهدين الكرام. ومعنا أيضا البروفيسور زهير بغمامة محلل قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم بروفيسور. مرحبا. مرحبا أستاذ نسيبة، تحية لك ولي جمهور القناة. أهلا. إذن أستاذ جمال صافي، شرطان من الفصائل الفلسطينية لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة مع الاحتلال. الشرط الأول هو حسب ما تم الأعلان عنه هو وقف كلي وشامل للأعمال الغذائية للاحتلال في قطاع غزة. أما الشرط الثاني حسب تسريبات لوسائل أعلام عربية وغربية أيضا ثلاثة أسماء ثقيلة ضمن صفقة المفاوضات المفترضة والمنتظرة. كيف تقرؤون من خلال ما تم الأعلان عنه ومن خلال ما تم تسريبه؟ أولا نعود إلى الهدنة السابقة حيث تم تبادل الأسرى، حوالي 100 أسير إسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين، ولاحظنا كيف حاولت الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب الإسرائيلي بالذات من أجل التلاعب والالتفاف على المقاومة عندما كان يطلب مجندات إسرائيليات على أساس أنهم مدنيين. فالآن الجيش الحكومة الإسرائيلية هي تريد تفكيك أولا قضية الرهائن الإسرائيليين، وهناك تدافع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أجل تفكيك التناقض الكبير، لأن هناك فعلا تناقض كبير من أهالي الأسرى، وحدث ذلك بعد مقتل الرهائن الثلاثة وقبلها الرهين الذي ذهبت القوات الخاصة من أجل ذلك وتم قتله. فبالتالي الآن هم يفككون العملية ككل، يفككون عملية الرهائن بنظرية أمنية. وأنا حسب ما رأيت في إحدى الفيديوهات أن هناك أم أحد الأسيرات هي تقول ربما تريد أن تضحي بابنتها في سبيل الهدف اللي هو هدف تدمير غزة وتفكيك حماس. هناك جزء من أهالي الرهائن الذين هم متعصبين دينيا أو متعصبين صهيونيا، وهناك جزء من العلمانيين كثيرين الذين يضغطون على الحكومة الإسرائيلية من أجل تبادل الكل بالكل. يعني الآن أصبح المطلب الكامل للأهالي الرهائن معظمهم هو مطلب الكل مع الكل. والآن هناك استطلاع جديد أمس من أو اليوم من صحيفة معارف يقول أن 67% من الإسرائيليين مع وقف القتال مع وقف الحرب من أجل إطلاق صفقة الرهائن. الرهائن الإسرائيليين هم الآن في مأساة كبيرة، ولاحظنا قبل قليل هناك يتم فيديو قتلهم من قبل جيش الاحتلال. هناك خوف شديد لأن نظرية هاني بعد تطبق. والجيش الإسرائيلي لو استطاع أن يقضي على كل رهائن في جولة واحدة وكانت عنده الفرصة لفعل ذلك، لكن المقاومة مشتتة، الرهائن مشتتين في أماكن مختلفة. النقطة الثانية التي تخص القيادات التي تتحدثين عنها، هو عمليا هم هؤلاء هم من النشطاء أو من القيادات الرسمية للفصائل، يعني منظمة فتح أو الجبهة الشعبية. لكن الأهم للقضية الفلسطينية الآن أو للشعب الفلسطيني الآن هو إطلاق كل المحكوميات العليا الذين يتجاوزون من أمضى في السجن أكثر من 30 أو 20 سنة أو أكثر، وليس 3000 أسير الذين إسرائيل استقدمتهم أو ذهبت لاعتقالهم خلال هذه الحرب. فبالتالي هذه معركة مفتوحة الآن، معركة رهائن مفتوحة، وإسرائيل في نفس الوقت تخطط كيف تفكك هذه
هذه المأزق من أجل أن تقول نحن حصلنا على كل أهدافنا، وهو هدف من الأهداف التي طرحته إسرائيل وهو الرهائن. نعم، سنعود لمسألة تحقيق الأهداف من قبل جيش الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية. بروفيسور زهير بغمامة، طيلة هذا الأسبوع ووسائل الأعلام العبرية كانت تتحدث عن مفاوضات ويتم التنسيق، ثم تخرج اليوم المقاومة أو الفصائل الفلسطينية مجتمعة لتقول لجيش الاحتلال لا مفاوضات ولا تبادل للأسرى طالما هناك عدوان على قطاع غزة وبهذا الشكل. هنا ربما بروفيسور زهير بغمامة نستشف من يتحكم فعلا في زمام الأمور ومن يدير المفاوضات. يجب أن نشير إلى مسألة أساسية، المفاوضات موجودة الآن وإن كان بطريقة غير مباشرة تحت النيران، وكل طرف يحاول أن يقوي ويعزز من أوراقه التفاوضية. الإسرائيليين يتوهمون بأن زيادة قوة النيران والقصف سيؤدي إلى الضغط بشكل أكبر على المقاومة وعلى حاضنتها الشعبية، بحيث ربما هذا الذي يريده يجعلها في نهاية المطاف تخفض من سقوف مطالبها، أو حتى كما يعتقدون تقدم على صفقة بعيدة تماما عن ما أعلنته وهو معروف للجميع، تبييض السجون، أو على الأقل كما سمعنا مؤخرا في لغة الناطقين باسم المقاومة صفقة مناسبة، بمعنى أن يكون هناك ثمن كبير مجزي على الاحتلال أن يدفعه لقاء الإفراج عن أسراه العسكريين تحديدا. ولكن حين يتكلم كما قلت اليوم تتكلم الفصائل بهذه اللغة الموحدة، فهذا من ما نسميه في المفاوضات لانترانسيجون، بمعنى الخطوط التي لا يمكن الحديث عنها أو التنازل عنها. الخط الأول هو لا صفقة تحت النار، بمعنى أن بداية الحديث الفعلي والجدي عن مضمون للصفقة سيكون بعد الاتفاق عبر الوسطاء، على أن يكون ما يقدمه الاحتلال أولا هو إيقاف هذا العدوان والدخول في فترة هدنة طويلة، أو إيقاف إطلاق النار بشكل كامل، ثم الذهاب نحو الخوض في تفاصيل الصفقة، بالرغم من أن تسريبات إعلامية كما تعلمين أستاذة نسيبة في الصحافة العبرية وفي غيرها بدأت تتحدث كما عن بعض العناصر، بعض الملامح للصفقة القادمة، ومن بينها ما أوردته قبل قليل في قضية اشتراط المقاومة الآن أن يكون من بين المفرج عنهم في الجانب الفلسطيني قيادات وازنة. التسريبات تقول ثلاث قادة كبار. نعم، مروان البرغوثي عن حركة أمين سر حركة فتح سابقا، ولحسابات أيضا يبدو أن الفصائل والمقاومة لديها حسابات للفترة القادمة، وحتى الصحافة العبرية تحدثت وقالت بأن الإفراج عن مروان البرغوثي في هذا الوقت بالذات وللمرحلة القادمة قد يغير صورة السلطة وقد يؤدي إلى تغييرات كثيرة جدا في أدائها، خاصة وأن موضوع من سيخلف الرئيس عباس على قيادة السلطة وقيادة فتح والمنظمة مطروح الآن، ويبدو أن هناك تيارات وأسماء كثيرة تعمل في هذا الاتجاه. طبعا الاسم الثاني هو أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي، وهؤلاء محكومياتهم يعني كبيرة جدا. البرغوثي لديه محكوم بخمس مؤبدات بأربعين عاما، ويعني هذا كمثال فقط، هذه محكوميات لن تنتهي. ويكفي أن نقول فقط أن مروان البرغوثي حين كتب أعتقد كتاب أو شيء من هذا عن المحاكمات التي تعرض لها
حين اعتقل بعد الانتفاضة الثانية، قال بأن القاضية قالت له سنلتقي حين أصدرت الحكم، قالت له سنلتقي بعد 460 عاما. هذا هو طول الحكم الذي تعرض له مروان. الآن حين تقول المقاومة، والمقاومة تدرك تماما أن السبيل الوحيد لتحرير هؤلاء القادة البارزين هو صفقات تبادل الأسرى، ولا يوجد أي طريق آخر لتخليصهم من السجان الإسرائيلي. أعتقد بأن هذه رسائل مرة أخرى في خضم هذا الجدل الآن، وفي خضم هذا النقاش الإسرائيلي أستاذة نسيبة، حول موضوع هل نذهب أم لا نذهب، هل نستمر في الضغط العسكري حتى نؤدي أو نحشر المقاومة في الزاوية ونحصل على تنازلات أكبر، أم يجب الذهاب لأن الحرب لا تسير كما يقول الجميع في ما تشتهيه سفن الإسرائيليين. هذه أعتقد تدخل في إطار المناورة وإرسال الرسائل، طبعا إلى جانب هذه التواصلات الموجودة عبر الوسطاء القطريين والمصريين، كما سمعنا عن هذه اللقاءات التي جرت بينهم وبين رئيس الموساد الإسرائيلي. وأعتقد بأن أفكارا وعناصر معينة تكون قد طرحت وهي في طريق الإنضاج على ما أعتقد. نعم، طيب سنعود لذلك في محور آخر. البروفيسور زهير بغمام، هذا في الشق السياسي ما يحدث من مفاوضات وما يتم الإعلان عنه تدريجيا. في الشق العسكري أستاذ جمال صافي، تم الإعلان منذ قليل عن سحب لقوة غولاني لجيش الاحتلال بعد أكثر من 70 يوم من القتال أو من العملية العسكرية البرية. ألا يعني هذا وفي هذه المرحلة الزمنية والسياسية منذ بدء الحرب أن المقاومة هي من تحقق أهدافا على الصعيدين السياسي والعسكري، بينما الاحتلال يعيش أزمة متعددة الأوجه ستنفجر بعد ربما أيام قليلة جدا من الآن؟ نعم، هذا صحيح وشيء مؤكد. لماذا؟ لأن لواء الجولاني، وأذكر أنا في هذا البلاتو تناقشنا في موضوع الانخراط في لواء الجولاني من قبل الشباب الإسرائيليين. الرئيس السابق للواء الجولاني كان يعاني وكان يقول لا يوجد هناك انخراط كامل في لواء الجولاني من أيام الأزمة القضائية في داخل إسرائيل. فاللواء الجولاني أصلا هو ضعيف قبل أن يدخل حرب غزة وأنهكته هذه الحرب. لاحظي مجزرة الشجاعية، كيف كان كمين الشجاعية الذي أربك قيادة القيادة العسكرية الإسرائيلية. اعترفوا بالهزيمة يوميا، يتم قتل كثير من الضباط. وهنا نلاحظ لماذا العدد الضباط الذين يقتلوا كثيرا جدا بالمقارنة مع الجنود، يعني حوالي يقتربوا من النصف أحيانا يوميا. نسمع ضابطين وأربع جنود، ضابطين وثلاث جنود. ولماذا؟ لأن الجنود حسب رأيي هم مربكون، فبالتالي هم بحاجة إلى الضباط بالذهاب إلى الأمام وجها لوجه. ولاحظنا كثير من الضباط الذين يعملون خطابات معنوية من أجل شحذ الهمم للجنود الإسرائيليين من في المقدمة من أجل الذهاب إلى مقاومة الحماس، وجزء منهم قتل في هذه الحرب، وهو قائد الكتيبة المعروف، وهو نفس قائد كتيبة الشجاعية الذي كان يستنبط ويستعير من التوراة فقرات من أجل شحذ الهمم بالنسبة لليهود الصهاينة. فبالتالي الآن الجزء الكبير من النخبة الإسرائيلية، قفعاتي يابام، كل ألوية الجيش الإسرائيلي الآن تعاني في قطاع غزة. لماذا تعاني؟ أولا من رباطة جأش المقاومة، بسادة المقاومين، لأن المقاومين يخوضون حرب استنزاف، هم صحيح مدربون على هذه الحرب، لأنها منذ حوالي 4 حروب خاضتها حماس. الجيش الإسرائيلي لم يدخل إلا في حرب عام 2014 وعانى كثيرا. نعم، هل تثبت المعلومة والتصريحات التي كانت تدلي بها المقاومة منذ بداية الحرب، منذ اتخاذ قرار طوفان الأقصى، أن المقاومة مستعدة لما هو آتي؟ نعم، مستعدة وربما نشاهد أحيانا فيديوهات. نعم، نشاهد على الصورة. نعم، هذه الفيديوهات التي تثبت قوة المقاومة
وجاهزيتها للرد على أي اختراق إسرائيلي داخل قطاع غزة. فبالتالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت ويوميا تأتي لإسرائيل ضمن الموفودين. آخر هذه الوفود كان وزير الدفاع الأمريكي، ووزير الدفاع الأمريكي عندما يذهب إلى هناك ويعرف كيف يريد أن يحافظ على أول الوحدة الداخلية للجيش الإسرائيلي مع الحكومة الإسرائيلية. وإحنا نعرف أن هناك 7 دول، هناك خبراء من 7 دول في أرض غزة، البريطانيين كانوا في الجو، الأمريكان كانوا على الأرض، والمرتزقة حوالي 20,000 مرتزق في الجيش الإسرائيلي. فبالتالي كل هذه التجمعات وكل هذه القوى التكنولوجية الهائلة لم تستطيع أن تفلح حتى أن تقضي أو تسيطر على جباليا أو الشجاعية اللي هو قريب جدا من غلاف غزة. فبالتالي الآن هذا الجهاز أو هذا اللواء يعاني، والقيادة الإسرائيلية هي تعاني، ومن أجل ذلك هي ارتدت إلى الخلف الآن، تريد أن تفاوض من أجل الرهان، لأن هناك تناقض كبير داخل المجتمع الإسرائيلي، والمجتمع الإسرائيلي الآن بحاجة إلى تصليب الوحدة الداخلية من أجل الهدف المبدئي وهو القضاء على حماس، لأن هذا الهدف لن تتخلى عنه الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه اللحظة في هذه المرحلة. إذا انهزمت ربما تحاول في فترة لاحقة. نعم. طيب بروفيسور زهير بغمامة، إذا ما نظرنا إلى الفيديوهات التي يتم الكشف عنها بشكل دوري من قبل كتائب القسام أو من قبل الفصائل الفلسطينية المقاومة، نجد أنه هناك تخطيط استراتيجي من قبل المقاومة. كلما تكلمت عن عدد القتلى الذين تسقطهم بالمسافة الصفرية مثلما أصطلح عليه، في مقابل غياب أي دلائل لأي انتصار يحققه جيش الاحتلال، هل لهذا ربما يتم سحب هذه القوات حتى لا يتم إظهار فشلها؟ هو أولا لنتفق على أمر معين، جيش الاحتلال يبدو أنه يقاتل بلا استراتيجية وعاجز تماما على أن يحقق هدفا أو أن يعلن صورة انتصار كما يقال. تماما. ثم أنه أيضا منذ البداية كما حذره الأمريكان وكما حذره حلفائه الغربيين حين قالوا بأن الانتقام والقتل بدافع الانتقام والغضب قد تدفعون ثمنه غاليا. نعم. وهذا الذي قاله أيضا قبل يومين وزير دفاع سابق لبريطانيا بن والاس حين قال أن القتل بدافع الغضب العارم سيقوض أمن إسرائيل وسيجعلها تغرق أكثر في مستنقع غزة. لذلك أعتقد أنا هنا أؤكد على ما قاله الأستاذ قبل قليل أن المقاومة حين انتقلت من الدفاع إلى الهجوم في حركة 7 أكتوبر أكيد المعقول والعقلانية تقول بأن أو تفترض بأن هؤلاء يدركون تماما بأن رد فعل إسرائيلي سيكون على هذا تقريبا الشاكلة، وإن كان الإسرائيليون تجاوزوا كل العتبات والحدود في الهمجية والوحشية خاصة في موضوع قتل المدنيين محاولة للتغطية عن فشلهم في مواجهة المقاتلين الفلسطينيين. ولكن أعتقد أيضا بأنه هذا يثبت مرة أخرى أن جيش الاحتلال في مأزق حقيقي. إذا توقف الآن فهذا سيعتبر بالنسبة للجميع وخاصة الإسرائيليين إعلان هزيمة وتصديق على الهزيمة التي كانت بالنسبة إليهم في 7 أكتوبر، وهذا الذي أشار إليه بطريقة أو بأخرى بن غفير اليوم. صحيح. حين دعا إلى المجلس الحربي. نعم. إلى إنهاء موضوع المجلس الحربي والعودة إلى الحكومة، وقال بأنكم فشلتم، وأن لأنه يتابع ولا شك أن لديه المعلومة أن هناك توجها قويا الآن وهناك خلافات معلنة ومعروفة الآن داخل الإستابليشمنت الإسرائيلي بمحاولة ربما الذهاب نحو صفقة، بالتالي إعطاء حماس والمقاومة تنازلات حقيقية مؤلمة كما يقولون. ولذلك قال اليوم بأن الذين يفكرون في إيقاف الحرب قبل
الوصول إلى تدمير المقاومة، فهؤلاء يعني عليهم أن يراجعوا أو يهدد تقريبا بهذا الأمر، وهو يقول بأننا علينا أن نعود أو على قرار الحرب أن يعود إلى الحكومة موسعة، لأنه يتهم الثلاثي الحالي وزير الدفاع وغانتس ووزير أو رئيس الحكومة بالفشل، وإن كان هناك خلافات بين هؤلاء بين هذا الثلاثي وخاصة بين غانتس وبين نتنياهو. وزير الدفاع الآن أقرب إلى نتنياهو وأقرب إلى المتطرفين، لا يريدون أن يقفوا الآن لأن إيقاف الحرب سبق وتحدثنا عن ذلك كثيرا يساوي نهاية تعجيل التعجيل بالنهاية المنتظرة السياسية لنتنياهو، وربما الزج به في محاكمة تنتهي به إلى السجن وإلى أن يخرج من الخارطة السياسية تماما في إسرائيل. غانتس الآن لا يراهن على تقديم نفسه للمرحلة القادمة، وأصبح معلوما في استطلاعات رأيهم كما لدى الرأي السائد لدى الإدارة الأمريكية بأنه قد يكون الرجل المناسب لقيادة الحكومة الإسرائيلية للفترة القادمة، لذلك هو يتماهى يحاول أن يلعب بين جميع الحبال حتى يقدم نفسه كشخصية مقبولة عند هؤلاء وأولئك. ولذلك أيضا وجدنا موقفه من قضية التفاوض أو صفقة أخرى مختلف شيئا ما عن ما يعلنه غالاند ونتنياهو، لكن بكل الأحوال سنتفق على أن أول شيء جيش الاحتلال إلى حد الآن وبالمؤشرات الإمبريقية كان يعلن بأن هدف العملية هو 1-2-3 فلنأخذ 1 تحرير الرهائن بعد كم اليوم 74 أو 76 يوم من العدوان، لم يحرر ولا رهينة واحدة بل يقتل حية بل يقتل وهذا الآن أيضا ينقلب عليه بشكل قوي جدا لدى أهالي الأسرى ولدى الداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي أيضا. والمجتمع الدولي موضوع ثاني، المجتمع الدولي الآن تحول من يعني البداية ربما ساند في شكل معين بعد عملية 7 أكتوبر، لكن بعد صور الوحشية والهمجية التي رآها المجتمع الدولي الآن تقريبا رأي العام العالمي بدأ في البداية يعني لا يصدق ثم أو غير مقتنع ثم أصبح يشكك ثم الآن أصبح لا يصدق تماما أو أصبح يكذب هذه السرديات الإسرائيلية. لذلك حتى هذا التغير على مستوى يعني موقف بعض العواصم في الغرب لديه علاقة بهذه التطورات التي يخشاها الكثيرون، بما في ذلك الرئيس بايدن الذي كما نعلم استطلاعات الرأي وما يتسرب من حديث داخل الإدارة بخصوص أن موقفه اللامشروط إلى جانب نتنياهو كلفه وقد يكلفه غاليا في الانتخابات الرئاسية القادمة. لذلك كما قلت المقاومة تنجح في أنها صمدت، نحن لا نقول بالنظر خاصة لحجم الدمار وهذا العدد المهول من الشهداء 20,000 الآن ومن الجرحى ومن هذا الدمار الشامل الآن في غزة، أنا لا أتصور بأن المقاومة ستعلن انتصارا، ولكن المقاومة تنتصر حين لا تنهزم. هنري كيسينجر قالها في أيام الحرب، حرب الأمريكان ضد الفيتناميين، قال هذه الجملة الشهيرة، قال أننا حين كنا نركز على التدمير المادي هم كانوا صامدين واستطاعوا أن يهزمونا نفسيا، وفي النهاية قال الدولة أو الأقوى حين لا تنتصر فهي حين لا تكسب فهي تنهزم، والطرف الآخر الذي يقاوم حين لا ينهزم فهو ينتصر. إذا كان بالمعادلة هذه إلى غد إلى غاية الآن فلا شك أن المقاومة ولا شك أيضا بصمود الغزاويين، هذا الشعب سكان غزة وأهالينا في غزة الذين تعرضوا إلى أبشع المجازر وكل أنواع الاعتداء عليهم، ولكن إلى حد الآن
لم يرفعوا راية ولا المقاومة تراجعت، ولا يمكن ولا نتوقع أبدا نعم. أن تستسلم ولا أن ترفع راية. بالحديث عن التراجع مثل ما يشار في الأغاجل، سحب لكتائب من لواء مظلي الاحتلال الذي يعمل شمال غزة وجنوبها لإعادة تنظيم صفوفه. إذن هي أغواجل متتالية عن انسحابات. ويبدو أن هناك شيئا ما، يبدو بالضبط. أن هذا مؤشر على أن شيئا ما نعم. يقع الآن، وربما خطوات، ربما هناك تقدم على صعيد المفاوضات. طيب. نعم، ما هي قراءتكم لما يحدث ونتابعه في هذه الأخبار العاجلة؟ نفس الشيء الذي كتائب المظليين ربما تابع للواء جولان. صحيح. يعني صحيح. هذا الآن الجيش منهك 60 يوم، قال لك هذه الحرب البرية، أنه أنا لا كنت أتوقع أن الجندي. هل هو بداية الاعتراف بالهزيمة؟ لا 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 لا، ليس اعتراف، هو هي إسرائيل لم تعترف بالهزيمة. أو شكل من أشكال. هو شكل واضح على هزيمة الجيش وعلى صحيح. تقدم المقاومة. صحيح. الإسرائيليين الآن هم يريدون أن تنظيم الصفوف، ربما لأن هذه الجنود مربكين، فعلا الجنود مربكين ولا يستطيعون أن يقاوموا أكثر. 60 يوم هم في أرض معركة لا يعرفوها، وإحنا نعرف أن الهيبة تاع الجيش أو تاع الدولة الإسرائيلية سقطت في 7 أكتوبر. صحيح. سابقا هي سقطت، يجب أن نعترف، سقطت في عام 2006، هي كانت الهزيمة الكبرى لإسرائيل في 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 جنوب لبنان. صحيح. وهذه هي الهزيمة الثانية. فالآن أصبح واضحا إلى كل العالم، إلى كل الدول العالم، أن الجيش الإسرائيلي جيش لا يعول عليه. الأمريكان هم يعرفون أن الآن الدولة الإسرائيلية أصبحت هي محمية، بعد 7 أكتوبر أصبحت محمية كما المحميات في دول أخرى تحميها القواعد العسكرية الأمريكية في منطقتنا العربية ربما. فبالتالي الآن الأمريكان هم يخططون لمشروع سياسي كبير أكيد، وهم يطرحون كل الأفكار من أجل ما لا يستطيعون أن يحققوه بالقوة وبالحرب، يستطيعون أن يحققوه بالسياسة. لكن الوقائع على الأرض هي التي تفرض ذلك. نعم، الديالكتيك، احنا في حرب مفتوحة الآن، وما زالت المجازر مفتوحة، المجازر ضد الشهداء الفلسطينيين والأبرياء، وهذا ما غير جزء من الرأي العام، والرأي العام الذي انتشر وكما نرى في كل الساحات العالم. نعم. بدءا من النخب الأكاديمية داخل الجامعات الأمريكية وداخل الدول اللي هي بعيدة عن فلسطين، مثلا خذي مثلا اليابان، دولة بعيدة جدا جدا، والمعروف عن اليابانيين هم الالتزام بالعمل، ومع ذلك خرجوا إلى الشوارع تأييد وضد الحرب. الآن الأمريكان هم في أزمة، الأزمة الكبيرة أنا أظن من أن الوضع الأقليمي الآن بدأ يتحسس أن هناك تململ من الدول العربية التي ساندت أو ربما وقفت في المحور المضاد، لأنه هناك محورين، محور مع المقاومة الفلسطينية ومحور مضاد. يجب أن نعترف المحور الذي هو مع المقاومة الفلسطينية، بعض الدول العربية التي انخرطت في هذا الصراع عسكريا مثل جنوب لبنان واليمن ودعم من الجزائر والعراق وبعض الدول سياسيا وأمنيا ودبلوماسيا، لكن هناك محور مضاد وظهر في اجتماعات القاهرة وحتى في مؤتمر القمة العربية، لحد الآن لم يستطيعوا أن يدخلوا علبة مساعدات إلى الدول العربية من دون إذن وتفتيش القوات الصهيونية الأمريكية. الآن صحيح. بدأ التململ. لماذا؟ لأن نتنياهو بوحشيته ووحشية الجيش الأمريكي والدعم الأمريكي الكبير، خاف العرب الآن ربما ينحصرون إلى الخلف، يخافون لو انتصرت الصهيونية وانتصرت أمريكا في المنطقة العربية ماذا ستعمل؟ ربما تعمل أكثر ما عملت في العراق وفي الكويت عندما كانت تحاسب العراق على كل أثمان الحروب، على كل أثمان القنابل التي ضربتها في العراق. فبالتالي هي عندما قال نتنياهو من سيعمر غزة، من سيبني غزة، قالها علنا، قال الإمارات والسعودية، وبعد يوما حتى جاء الرد من الإمارات والسعودية وقال لا، من يعمر غزة هو الولايات المتحدة ومن دمرها. وما حدث في القوة المشتركة التي يبحث عنها وزير الدفاع الأمريكي في البحر الأحمر عندما رفضت السعودية والإمارات الانخراط في هذه المعركة، لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الآن المحور المقاومة هو محور صامد، والتناقضات راح تزداد داخليا داخل الدول العربية. صحيح. ونحن نعرف أن كل الجماهير العربية بكل تناقضاتها هي مع القضية الفلسطينية. نعم. تمام. إذن بعد الفاصل، المقاومة تستهدف 720 آلية مغوبة العدواني البري، وبن غفير يدعو إلى حل مجلس الحرب. أي مآلات لما يحدث من تطورات نتابعها بعد الفاصل.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد الى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. اذا نفصل دائما في قرار الفصائل الفلسطينيه لرفض اي محادثات قبل وقف العدوان والانتصارات الميدانيه التي تحققها المقاومه، ايضا الكثير من التسريبات الاعلاميه من قبل وسائل الاعلام العبريه وحتى وسائل الاعلام العالميه. بروفيسور زهير بومامة، هنا شبكة CNN الأمريكية تكشف سلسلة تحليلات أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تؤكد تزايد صدقية حركة حماس ونفوذها بعد إطلاقها لطوفان الأقصى إذا ما اعتمدنا. بروفيسور زهير بومامة، على هذه التقارير الاستخباراتية، هل من الصعب إن لم تكن من المستحيل أن ينجح الاحتلال في القضاء على حماس بعد كل هذه المدة وبعد تراجعه عن الأهداف التي أعلن عنها في بدايته لحرب العبادة؟ الاحتلال كما يقول يعني الصهاينة كتاب إسرائيليون أنفسهم، لا يمكن أن يقضي على 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 حماس، لأنها فكرة كما قالوا، وحتى إذا كان أنهكوها عسكريا وربما حتى وصلوا إلى تفكيكها كنظام حكم في غزة في المرحلة، لكن كفكرة، فكرة المقاومة التي أعادت حماس وفصائل أخرى جذواها من خلال هذه العملية أو حتى قبلها في السنوات القليلة الماضية، هي التي كما يقول البعض أعادت روح المقاومة إلى الفلسطينيين، وأعادت تذكير العالم بهذه القضية، وأعادت الثقة إلى الفلسطيني وإلى العربي بأنه بالإمكان أن نسجل نقاطا وأن نهزم هذا العدو الذي أقنعكم بتضليله بسردياته في فترة معينة بأنه جيش لا يقهر وبأنه المقاومة. أستاذ نسيبة، أعتقد تقدم نفسها الآن حتى في محيطها على أساس أنها نموذج لحركة يمكن أن تجبر الاحتلال على أن يقدم التنازلات، على أن يرضخ للمطالب المشروعة بإعادة وتحصيل الحقوق للشعب الفلسطيني، طبعا مستفيدة من أشياء كثيرة. أولا، هذا الاحتلال تمادى كثيرا في السنوات الماضية، تمادى حين أسقط أصله، حين أسقط كل الحلول السلمية، وحين أوصل مسار التسوية السلمية إلى 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 الجدار كما يقال، وأعلن نتنياهو قبل فترة بأنه لم يعد يؤمن بحل الدولتين، لا يمكن ولا مكان كما قالها لحل الدولتين، وحين أدخل إلى حكومته هؤلاء المتطرفين الذين أملوا على الحكومة وخلال السنتين الماضيتين استفزازات لا تنتهي، السباحة للمسجد الأقصى وتسليح للمستوطنين واستيطان لا يتوقف بالرغم من كل قرارات شرعية دولية، وعربدة أيضا. طبعا هذا الأمر الآن حين جاءت هذه العملية كرد فعل على كل هذا الواقع، طبعا فيها رسالة قوية جدا أن الفلسطيني، أن روح المقاومة في الفلسطينيين، أن خيار المقاومة لا زال قائما، وطالما أنكم أغلقتم أو أسقطتم طريق السلام العادل والشامل الذي طرحته الدول العربية والقيادة والشعب الفلسطيني في عمومه، فالطريق الثاني لا زال بيد الفلسطينيين، وهم الآن مقتنعين مع الكثير من العرب الذين نسوا حتى القضية الفلسطينية في فترة معينة أو كادوا ينسون أو حاولوا أن يدخلوا في ترتيبات أخرى تجعل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية مجرد عنصر هامشي في هذه الترتيبات. الأمر كله الآن ينقلب بشكل كبير جدا. نعم، كل فرد في بقاع العالم أصبح يعرف من هي القضية الفلسطينية. الضريبة يعني الدماء الغالية التي تسيل وسالت بهذا الشكل الغزير، وهذه العذابات وهذه المآسي التي يعيشها أهالينا في غزة لا شك مقدرة، ولكنها في نهاية المطاف
نتيجتها وأثرها واضح وجلي وقوي الآن وغدا وبعد غد. القضية تعود من بعيد، تفرض نفسها على الأجندة، أجندة السياسة الإقليمية والعالمية، والآن أصبحنا نسمع للمفارقة وزير الخارجية الأمريكي والرئيس بايدن ورؤساء والقادة الغربيين يتحدثون عن الدولة الفلسطينية. هذا الجملة التي كدنا ننساها وكادوا يلغونها من قواميسهم ومن خطاباتهم بشكل كامل. ثم أيضا أن المقاومة يعني أسقطت أو تكاد أو على الأقل حاصرت مشاريع صهيونية كبيرة للمنطقة. صهينة، يجب أن نذكر بأن 7 أكتوبر كان حركة استباقية، لأن كثير من التقارير ومن المعلومات ومن الدراسات كانت تقول بأن حكومة متطرفة كهذه الحكومة كانت ستقدم لا محالة على خطوات تصعيدية أخرى، وأنها كانت في كل مرة ستزيد من مستوى ومنسوب توحشها واعتداءاتها على الضفة وعلى غزة وعلى غيرها. صافي، منذ قليل هيئة بث الاحتلال أعلنت أنها تريد أن تفاوض على هدنة طويلة، ونحن افتتحنا البرنامج برفض المقاومة لأي هدنة، وقبلها بساعات وسائل أعلام الاحتلال أيضا كشفت عن استقالة عضو الكنيسة موشي فايغلين، انسحابه من الليكود واتهامه لنتنياهو بإحلال كارثة استراتيجية على إسرائيل كما وصفها وكما تم الأعلان عنها بهذا الشكل. هل هنا نتابع استجداء من قبل جيش الاحتلال للمقاومة؟ أرجوكم أوقفوا لنوقف الحرب ومهما كان الثمن، لأننا يتم إحراجنا بشكل علني ويتم عزلنا أيضا بانتصارات المقاومة. هو الآن الحكومة الإسرائيلية يوميا نتنياهو يصرح نريد هدنة، وبعد ذلك يقول لا نريد هدنة، يجب تحرير كل الرهائن، وأكثر من مرة يقول يجب استئصال حماس أكثر من مرة، ويجب لكنه فشل في هذا، ومع ذلك فشل في ذلك. يعني هذا لا يعني أن إسرائيل تستجد المقاومة الآن. إسرائيل هي من يدير الحرب عمليا، هي الولايات المتحدة الأمريكية، تضرب صواريخ ومسيرات وتوقف قناة السويس وتوقف الحركة الملاحية في البحر الأحمر، ملايير الدولارات، وهذا يؤدي إلى كساد، ربما إلى هزات صحيح. مالية في وول ستريت، وهذا ما تبحث عنه، وهذا ما لا تريده المركز الرأسمالي العالمي، لأنه هذا المركز هو متكتل، هو واحد. قبل قليل كنت أقرأ أن الأمريكية الإسرائيلية وحشية الحرب خلقت مشكلة كبيرة داخل الكيان الصهيوني، من ناحية أن الكيان الصهيوني الآن هو نحو اليمين، هو ازداد يمينية. صحيح الحكومة يمينية، لكن نلاحظ على شاشات التلفزة الإسرائيلية بكل وقاحة معلقين أعضاء كنيسة وزراء سابقين يتكلمون، يقولون أنا لا أذهب إلى النوم إلا عندما أستمتع وأشاهد مئات القتلى، علنا يتكلمون في ذلك. وجنود الاحتياط يفتخرون على وسائل التواصل الاجتماعي بقتل الشعب الفلسطيني. وإحدى الوزيرات قالت سنقتل كل شيء، والوزير السابق عندما كان نضرب قنبلة نووية وننتهي من غزة قالها مرتين ننتهي من غزة. فبالتالي على هذه الحرب ما ليست الحرب بس الكينونة، الكينونة للمجتمع الإسرائيلي هو ذاهب إلى نحو اليمين، لأن اليسار الإسرائيلي كان سابقاً، هناك يسار إسرائيلي همش كثيراً، وفي أزمة كبيرة، كثير من اليهود التقدميين هم خارج الولايات، خارج إسرائيل، هم في الولايات المتحدة، وهم يدعمون المقاومة الفلسطينية. لكن هناك أزمة داخل الكيان يجب أن نعترف، هي أزمة اللجوء. الآن لاجئين إسرائيليين عبارة عن 500,000 لاجئ، 250 ألف لاجئ خارج إسرائيل الهجرة العكسية، و 150 ألف هاجروا من الشمال، لجأوا من الشمال، و 100 ألف من غلاف غزة. فبالتالي هذه المقاومة وهذا الصمود الفلسطيني، صمود الشعب الفلسطيني صحيح. حاضنة المقاومة هو الذي أعطى فرصة كبيرة، مهم جدا، أعطى فرصة كبيرة. لكن الآن المشاريع الأمريكية بدأت تطل برأسها على الساحة الفلسطينية، وبدأ الحديث عن ما قلت سابقا عن عبارة عن مشاريع تريد أن تخدم الكيان الصهيوني أكثر ما تخدم الساحة الفلسطينية. نعم. طيب هنا بروفيسور زهير بغمامة، هل غزة اليوم هي مفتاح التطورات الإقليمية في المنطقة في التوصل إلى اتفاق في غزة،
يوقف إطلاق النار وينجز صفقة تبادل للأسرى، سيجمد الوضع أيضا في جنوب لبنان ويوقف هجمات الحوثي في البحر الأحمر، وأيضا يبعد شبح حرب إقليمية ستكون صعبة على الجميع. هو مفتاح تطورات ستقع على عدة مستويات، بدءا بالداخل الإسرائيلي، ولا شك أن زلزالا سياسيا سيضرب إسرائيل بعد نهاية هذه الحرب. الخارطة السياسية في إسرائيل لن تبقى كما هي، وهم مقبلين على أعتقد انتخابات قادمة قريبة، والجميع يقول بأن الليكود سيسقط سقوطا مدويا. لا شك كما قال الأستاذ جمال قبل قليل، لن نتصور بأن إسرائيل ستعود إلى اليسار كما حدث من تغير جذري بعد حرب 73 حين سقط اليسار الذي حكم إسرائيل منذ تقريبا أن تأسست وبدأ عهد اليمين بعد 73، ولكن 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 على الأقل سيحدث إعادة تشكل عميق للمشهد والخريطة السياسية داخل إسرائيل، بما في ذلك صعود ربما أحزاب جديدة، ربما اليسار سيجد فيها فرصة لكي يتنظم بشكل أكبر. وحديث كثير على أن رئيس الموساد السابق مثلا يوسي كوهين سيؤسس ربما حزبا يحاول أن يلملم فيه شتات اليسار. الأحزاب الدينية اليمين المتطرف سيتراجع لا شك، لا شك أن لديه قاعدته من المتطرفين وخاصة من المستوطنين ومن الجيوب المدارس الدينية وهذه التيارات المتطرفة، على أساس كما قال أستاذ جمال أن إسرائيل تتيمن تتجه يمينا بشكل أكبر في هذه الفترة. في كل الأحوال نتنياهو لن يكون في المشهد القادم، الليكود سيتراجع بشكل كبير بعد أن أخذ سنوات كثيرة من حكم هذا الكيان، وربما في نهاية المطاف الإسرائيليين الناخب الإسرائيلي لن يجدد ثقته في هؤلاء الذين يتهمهم بأنهم سبب في الكارثة حتى قبل 7 أكتوبر حين كانوا يعني يتجادلون في موضوع الإصلاحات القضائية ما الإصلاحات القضائية. وثانيا سوف يبحث عن ربما آخرين لكي يديروا هذا الكيان في المنطقة. نعم أيضا، وكما تفضل الأستاذ جمال قبل قليل، أشياء كثيرة ستحدث، مشاريع كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تمرر. نعم، على الأقل المؤمل أو المتوقع أو المعقول والمنطقي أن إن لم تسقط فربما ستؤجل لسنوات، وخاصة في موضوع التطبيع مع أطراف وازنة في المنطقة. مشاريع كبيرة جدا للغرب في المنطقة، هذا الخط الجديد الآن من الهند نحو الشرق الأوسط ومرورا بدولة الكيان نحو أوروبا، قد يعاد النظر فيها أيضا، وقد تجد القوى المنافسة الصين وروسيا فرصة لكي تعطلها أو لكي تدعم قوى تعطيلها بشكل كبير جدا في السنوات القادمة. والمؤمل أيضا، وهذه التي أود أن أؤكد عليها، أن يتم تثمين ورسملة هذا الصمود، حتى لا أقول نصرا، للمقاومة وللشعب الفلسطيني في تحقيق مكاسب سياسية تتقدم على صعيد استرداد واسترجاع الحقوق الفلسطينية، وألا نقع مجددا كما حدث للعرب في مناسبات تاريخية معينة. الأستاذ جمال يدرك ما أقول، حين تحولت حتى مكاسب عسكرية إلى ما يشبه الهزائم السياسية والدبلوماسية، ولنقل مثلا ما حدث بعد 73. الأمريكي لن يستسلم، والأمريكي عودنا على أنه سيحاول
أن يأخذ بالسياسة كما قال أستاذ جمال قبل قليل، ما عجز على أن يأخذه الإسرائيلي أو الأمريكي من خلال الإسرائيلي بالمواجهة العسكرية نتيجة هذا الصمود البطولي للفلسطينيين. لا يجب أن نسمح لهؤلاء بأن يمرروا ما لم يستطيعوا أن يمرروه بدماء الأبرياء في غزة. نعم. إنما يجب كما قلت أن ترسمنا وأن تتمنا وأن يبنى وأن يبنى على هذه على هذا الصمود. نعم. منجز سياسي، فليبدأ أولا بإعادة ترتيب الصف الفلسطيني، ونحن نسمع بكل إيجابية هذه الدعوات التي نتمنى أن تكون صادقة من مختلف الأطراف، لأن تكون المرحلة القادمة مرحلة إعادة رص الصفوف وإعادة يعني رسم المسارات والاتفاق على المشروع الذي يعجل بإقامة الدولة الفلسطينية واستعادة الحقوق كاملة. نعم. وليكن ولتكن المرحلة القادمة أيضا مرحلة للقوى الإقليمية في المنطقة لكي تعزز من صمود الشعب الفلسطيني، لأن كما قال أستاذ جمال أيضا ومجددا، سقوط لا قدر الله، وإن كان هذا الأمر الآن أشبه بالمستحيل، المقاومة والشعب الفلسطيني هو مقدمة وهو ضوء أخضر، وسيشجع وسيزيد في شراهة الاحتلال لكي يقضم من الآخرين. طيب. ولكي يفرض أو يحاول أن يفرض هيمنته وعنجهيته على الأطراف الأخرى. حين يفشل الإسرائيلي الآن، وحين يبدو أنه هزيل وغير قادر على أن يفرض إرادته، وحين يبدو في وضع الفاشل والمهتز والمرتبك، فهذا لا شك في صالح القوى الأخرى التي من مصلحتها أن ينهزم هذا العدو وتنهزم معه كل مخططاته التي أعلن عنها. مصر لا تحتاج أن نقولها بأنها مستهدفة بالتهجير. نعم. الأردن نفس الشيء. نعم. كل المنطقة. طيب. الآن إذا وجد الإسرائيلي على المحك. نعم. يعني قدرة على أن يمرر ما يستطيعه. نعم. لن يتوانى، لأنه يتعامل معهم جميعا سواء بسواء. نعم. طيب جمال، أستاذ جمال الصافي، نحن أمام ثلاثة مشاهد: انتصارات تحققها المقاومة، حرب إبادة يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ليس في قطاع غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية، ومشهد آخر للانقسامات والخلافات داخل الاحتلال الصهيوني، وبدأ عزلة وما يشبه عزلة للقرار الأمريكي وقرار للاحتلال بالنسبة للقضية الفلسطينية. هذه الثلاث المشاهد إلى ماذا تقود باختصار؟ يعني يجب أن نعترف أن المشهد الأخير الذي تكلم عنه، الانقسام داخل الكيان الصهيوني، لن تسمع الإدارة الأمريكية أن يكون هناك انقسام. نعم. الإدارة الأمريكية ترى الخارطة العربية واحدة، وترى إسرائيل خارطة واحدة، هي تشتري الكل، يعني تشتري اليمين وتشتري اليسار وتشتري العسكر وتشتري السياسيين، فبالتالي هي دائما جاهزة، هي الخطط. لماذا يأتي دائما يوميا المبعوثين الأمريكان من جاك سوليفان لبلينكن لمدير ساي اي اي اللي هو بيرز الى وزير الدفاع الى بايدن؟ لماذا ياتوا هناك ويجتمعون مع الكل؟ يجتمعون مع الكل، مع كل الاحزاب. هم المتدينين، بحاجه الى المتدينين، بحاجه الى الديموغرافيا هي تاتي من المتدينين. صحيح. وجودهم هم راس الحربه داخل المستوطنات، فبالتالي الولايات المتحده الان هي تريد اعاده تاسيس هذا الكيان، تعطي الهيبه من اجل الهيمنه على المنطقه. ربما مشروع الهند هذا مشروع ربما كان حديث اقتصادي منافس لمشروع الصين، ولم ينجح لان التغيرات الاقتصاديه التي تمر بها الدوله الهنديه ليس كما الصين. الصين دوله تكنولوجيه متقدمه، بينما الهند دوله ما زالت متخلفه من ناحيه التجاره وكذا. لكن احنا كفلسطينيين بحاجه الى وحده وطنيه. استاذ جمال، الغرب يراهن ايضا على الهند. نعم. من اجل ايقاف الصين ايضا. نعم. أنا تجربة الخاصة، أنا زرت الهند. نعم. 5 مرات الهند. نعم. وتجولت في كل مدن الهند ومدن الصين. نعم. الهند ما زالت دولة متخلفة ربما، لكن نريد على القرار الفلسطيني. القرار الفلسطيني الآن يجب
أن يقف من أجل تضميد الجراح. صحيح. ويجب أن لا يطل أي منهزم فلسطيني ويتكلم عن المشاريع الأمريكية. لا وقت لأي مشاريع، الوقت لمساعدة الشعب الفلسطيني، إدخال المساعدات وتصليب المقاومة، وبعد ذلك بسنوات نتحدث عن شيء ما يسمى حكومة، لأن جبهة التحرير الوطنية لم تطرح في يوم من الأيام خلال الحرب مع فرنسا شيء ما يسمى بالانتخابات. شكرا جزيلا لكما ضيفي. إذن مشاهدينا الكرام، ختام هذا العدد من برنامج حديث الجزائر، ألقاكم بألف خير في أمريكا.